للحديث أكثر مشاهدينا الأعزاء عن عودة إسماعيل بن ناصر، تحضيراته في مركز التدريبات بميلانيلو في شمال إيطاليا، رأي أيضا الميلان، إدارة الميلان، الطاقم الفني للميلان بقيادة ستيفانو بيولي في عودة إسما إلى المنتخب الجزائري بمناسبة كأس إفريقيا. معنا عبر خدمة سكايب من مدينة الموضة ميلانو الإعلامي الإيطالي لوكا بيانكين. أهلا وسهلا بك معنا لوكا، غراتي بير كويستا ديسبونيبيليتا كون نوي كون لاتيفو الجيرينا شروق نيوزا. غراسي بوي، تشاو بوناسير. شكرا لوكا بيانكين. بارليامو دي اسما اسماعيل بن ناصر ستا كونتينواندو سو لافورو ا ميلانيلو، كومي بروتشيدي لافورو دي بن ناصر، كيف يعني هي تحضيرات بن ناصر للعوده الى الميادين في مركز تدريبات ميلانيلو؟ Va bene, va meglio, va sicuramente meglio. È stato un infortunio complicato, lo sapete anche voi, lo sappiamo tutti. التحضيرات تسير بشكل جيد. الإصابة كانت معقدة بالنسبة لإسماعيل بن ناصر، هي إصابة من نوع يعني لا يحبذها اللاعبون ولا المدربون في عالم كرة القدم. Come va adesso? Va meglio, è quasi pronto a tornare, si allena ormai da qualche settimana. يتدرب منذ أسابيع في ميلانيلو، هو في الطريق الصحيح للعودة إلى المنافسة الرسمية. Buona parte dei suoi ultimi giorni a Milanello e di conseguenza sta meglio. هو بصحة جيدة، معنوياته مرتفعة جدا، ما si avvicina. لم يتدرب مع المجموعة لحد الآن لكن يقترب من العودة، يقول لوكا بيانكي. لوكا سينشيرامينتي بارليامو لا فيريتا، كواندو بن ناصر تورنينا إن كامبو إل ميلان بوي لاشارلو أجوكاري كوستا كوبا أفريقيا والألجيريا، عندما يكون بن ناصر مستعدا للعودة إلى الميادين، هل الميلان سيسمح له بالمشاركة مع الجزائر في كأس إفريقيا؟ Dipende da quando torna. Dipende da quando torna. Io penso che a quanto so كل شيء مرتبط بموعد عودته الى الميادين. اعتقد انه من ميلان من حقه رفض تنقل بن ناصر للعب مع الجزائر في كاس افريقيا، لانه ميلان هو من اشرف على عودته، هو من يشرف حاليا على عودته، ويعني كل الامور الطبيه في ميلان انه خاصه من الناحيه البدنيه. Diciamo inizio metà gennaio sarà complicato che faccia subito la Coppa d'Africa lasciando il Milan in questo momento. أعتقد io credo che lui voglia fare. إذا كانت عودة بن ناصر في منتصف شهر جانفي فالأولوية تبقى للميلان. نقولها بكل صراحة. Lui tornerà presto, diciamo fine dicembre inizio gennaio. ربما سيعود في نهاية ديسمبر أو على أقصى حد الأسبوع الأول من شهر جانفي. Che ben serva da in Coppa d'Africa, però allo stesso tempo non c'è un'ansia. Per doverlo mandare لحد الآن الميلان لا لم يتحدث مع اللاعب بخصوص كأس إفريقيا، الجميع ينتظر نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي لتحديد هذا الأمر، لأنه بن ناصر يبقى قطعة أساسية في الميلان. نتحدث عن لاعب دولي آخر لوكا بيانكين، وهو المدافع أحمد طوبة، مدافع فريق ليتشي، دخل كبديل في مباراة القمة أمام روما في ملعب الأولمبيكو وتسبب للأسف في هدف وقعه لوكاكو في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن الضائع في الدقيقة 94، لا يلعب كثيرا، دخل كبديل وتسبب في هدف. كيف هي معنويات طوبة وهل يثق به الطاقم الفني لليتشي كثيرا في المباريات الرسمية؟ كوميستا أحمد طوبة دوبو السو فاليمنتو دوبو السو إروري كي أكون شيدي الجول ديلا روما اللوكاكو النوفانتا كواتريزيمو، كوميستا كويستو جوكاتوري هالا فيدوشة دي ليتشي سينشيرامينتي؟ Io penso proprio di sì, ho parlato questa sera con un collega di Lecce, mi ha spiegato che comunque l'allenatore ha spiegato che no. quell'errore non è dovuto soltanto a lui, ci sono تحدثت اليوم مع مقرب لي داخل فريق ليتشي، الجميع يثق بهذا اللاعب، لوكاكو مهاجم قوي واي مدافع في العالم يمكن ان يخطئ امامه. E ha giocato bene, soprattutto in caso di difesa 3. لعب جيدا خاصة طوبة في إيطاليا، يقولون بأنه داخل ليتشي يلعب جيدا في حال لعب بثلاث مدافعين. سيكون له الوقت الكافي للتأقلم جيدا خاصة من الناحية التكتيكية في إيطاليا، الأمور صعبة. ويبقى لاعبا مهما بالنسبة لليتشي.
anche in futuro. Non lo conosco nel dettaglio, però parlando con persone che stanno a Lecce mi dicono che تحدثنا مع اطراف داخل ليتشي ويقولون بانه يتطور من مباراه لاخرى. لوكا بيانكين الاعلامي الايطالي شكرا جزيلا لك. grazie per la disponibilità con noi con la TV Algerina. grazie Luca. grazie. ciao ciao buonanotte.